خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد. فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أيها الرجل، فإن أبي مات في أحد الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتشدد حزني فبكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن حسين إخوة؟ فقال له الصبي أكيف لا صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره، فأقامه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبيان. فقال له الصبيان كنت واقفا بيننا الآن تبكي، وما يضحكك الآن؟ فقال لهم كنت جائعا فشابعا وكنت عاريا فكسيت وكنت بغير أبي
فأصبح رسول الله. والحسن والحسين إخوتي، فقال له الصبيان: يا ليت آباءنا ماتوا في أحد الغزوات مع رسول الله.